السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوف في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءة خاصة، هتلاقوا لينك الأدمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. شوفوا حبايبي، للبعض منكم هنا انت داخل على امر هام، شيء مهم بيتفتح قدامك، يا اما انت فعلا شخص مهم او شخص ليك دور في الحياة او ليك منصب او شهرة او شيء في الحياة، يا اما انت فعلا داخل على الشيء ده، داخل على منصب مهم، داخل على شيء جديد، شراكة جديدة، لاني داخل عليكم زي حظ وفير، حظ عظيم، يعني حاجة بإذن الله بيكون فيها رزق كبير جدا. ايا كان الرزق ده، رزق بزوجة صالحة او رزق بمال او رزق باولاد او رزق بشراكة او رزق حتى بوعي وفكر او حتى رزق في صحتك، في حاجة كبيرة داخلة عليكم وانتوا شايفين وعارفين ده. على فكرة انتوا زي البصيرة بتتفتح عندكم من التأمل الهادئ والنوم العميق، لان في منكم اشخاص ما بيناموش كويس ومحتاجين للراحة علشان تتفتح قدامهم البصيرة، محتاجين لاجازة من شغلهم، يمكن محتاجين ان هم يرتاحوا. في حاجة انتوا بتخططوا ليها وخططكم ماشية بشكل صحيح، كأنكم شغالين على نجاح حاجة معينة، مشروع معين، شركة معينة، زواج معين او علاقة معينة، في النجاح جاي لكم ونجاح قوي جدا، يا اما في المال والعمل هنا انتوا شغالين بحكمة، في حاجة زي هتستقبلوها باذن الله، هتحصدوا منها الاستقرار المادي. والبعض منكم لو انتوا شغالين على علاقة فانتوا بتتبعوا قلبكم حبايب قلبي، فاللي جاي لكم باذن الله استقرار. واضح ان انتوا مسؤولين عن بيت او عن اسرة، ممكن انتوا اشخاص من اللي بيحبوا العيلة قوي، بيحبوا البيت، الاولاد، الاستقرار الاسري، ممكن في تفاهم انتوا والشريك او انتوا والاشخاص اللي معاكم، ولكن في شيء بيظهر معاكم ساعات بيكشف لكم حاجات، فبتحصل شوية مشاكل، بتحصل شيء، عارفين انتوا بيجي لكم حدس بالشيء قبل ما يحصل، حتى لو تحصل مشكلة اسرية بينك وبين الشريك بتحصل ان بيجي لك حدس بيها، بتبقى عارف دي طبيعتك اصلا، في شيء من الظواهر الماورائية بيتصل معاك، وبالذات الظواهر الماورائية من الطبيعة، يعني ممكن تكونوا متصلين بملائكة الطبيعة، ملائكة الموكلة بالرياح، اللي موكلة بالمطر، في حد فيكم متصل ببطاقات ملائكية عالية، كمان في منكم متصل بأرواح الموتى، وبتجيلكم معلومات وانتوا بتحسوا المعلومات دي صحيحة او لا. طب انتوا بتعملوا حاجة والخطة دي ماشية تمام، ماشي، فاستقروا بقى في النجاح ده وحاولوا تكونوا اقوى وتريحوا نفسكم، لان جسمك محتاج راحة. وخلي بالك انك شخص موثوق او في ناس بتثق فيك كتير، ايا كان لو في حد شخص واحد مثلا هو مش واثق فيك بسبب شيء انت عملته، الشخص ده برضو هيثق فيك، يعني في حاجة مهمة داخلين عليها بإذن الله وفيها هتبدأ بالثقة، أول حاجة الثقة في النفس، وبعد كده ثقة في الله تعالى بإنه هيغير لك الأمر اللي انت عايز تغييره، لأن شايف حد هنا محتاج تغيير أمر معين، ايا كان حتى لو انت شخص مهم او شخص ذو مكانة او شخص يعني عندك منصب او شهرة او شيء، بس شايفة طاقة زعل، شايفة ان انت متضايق من حاجة، مش مرتاح من حاجة، عايز انك تخف من حاجة او تعمل شيء. على فكرة حواليكم اشخاص كدابين كتير قوي، هنا
للبعض منكم لو انت امرأة في حياتك شخص كاذب، شخص خدعك في شيء، شخص يرتدي القناع دايما، شخص انت هتعرفي من هو من الاخر. يعني للبعض منكم حبايب قلبي في عندكم شخص مسيطر هنا، في عندكم شخص بيحاول انه يفرض اللي هو عاوزه عليكم، كأن في هنا حد في طباع نرجسية بعض الشيء. وللبعض منكم انتوا مكتشفين ده وعارفينه، خليكم مصممين على الحاجة اللي في دماغكم، لاني واضح ان انتوا حاطين شيء في دماغكم او خطة معينة او حاجة معينة وانتوا ناويين تنجحوا فيها بفضل الله. ففي هنا نجاح في الامر ده، انتوا بتعملوا حاجة نشيطين فيها جدا في الفترة دي، في نشاط هنا كبير. وخليكم مستعدين حبايبي اللي في حاجة هتحصل مفاجأة، في حين حان وقت هنا لمكافأة او لمفاجأة من عند الله سبحانه وتعالى ليكم، وبإذن الله هتفتح معاكم. وانتوا علشان روحانيين عارفين الكلام ده، يعني جاي لكم ارشاد ان حان الوقت لأمر معين، ممكن للاستقرار للزواج. في بعض منكم حبايب قلبي داخلين على زواج فعلا واستقرار. كلمة استقرار اتكررت لي اكتر من مرة، كلمة البيت والعائلة اتكررت اكتر من مرة، كلمة الثقة. في عندكم للبعض هنا ازمة ثقة مع حد، يا اما انت مش واثق في حد ومبقتش تثق في حد، يا اما انت محتاج ثقة حد فيك. لو انت امرأة فانت امرأة مميزة، امرأة عندك طاقة جذب عالية جدا، تقدر تجذبي اي حاجة لحياتك بإذن الله. لو انت رجل فانت رجل بتفكر كتير جدا، يمكن عندك موهبة الرسم او النحت او الكتابة، او طول ما انت قاعد ترسم في حروف تكتب او ترسم في صورة شخص بتفكر فيه باستمرار، ويمكن يكون عندكم حرفة في ايديكم عموما، يعني خياطة تطريز اي شيء. انتوا هنا للبعض منكم بتتعلموا حاجة او بتعلموا الناس حاجة او شغلتكم هي الاساسية دي، بس للبعض منكم انتوا زي هي زي هبة انتوا بتحبوا تشتغلوا فيها او تعملوا فيها. للبعض منكم الحاجة اللي في ايديكم دي هتجيب لكم زي دخل غير متوقع، ممكن جايلكم زي بداية جديدة، لان انتوا اصبحتوا ناس ناضجة وعارفين يعني ايه تستخدموا اي شيء بتجيلكم زي ارشادات بيه او فكر بيه ان انتوا تستخدموه، لان ده هيميزكم على ناس كتير، هيخليكم تاخدوا خطوات كويسة في حياتكم، هيخلي حياتكم المهنية تكون فيها نجاح، كأنكم عندكم بداية جديدة. وللبعض منكم انتوا عندكم اطفال، يا اما منتظرين طفل جديد، ممكن جات لكم رسالة او خبر من حد بيخص قضاء او بيخص محكمة. ما تقلقوش حبيبي، حتى لو كان المحكمة دي محكمة الاسرة محكمة العدل، في حاجة لكم في محكمة، ولو جاي لكم الرسالة دي ما تقلقوش خالص، لان انتوا باذن الله الحاجة دي هيحصل فيها تجديد وتغيير. شايفة كلمة ميلاد، يعني ان شاء الله ميلاد جديد هنا، والرسالة دي هتغير في حياتكم كتير. ممكن للبعض منكم انتوا هتتلقوا رسالة من شخص لمقابلة رسالة او مسج او حاجة على التليفون، حاجة هتقول لكم حد يعني هيتكلم معاكم وعايز يقابلكم وعايز يتكلم معاكم. انتوا كمان حبايبي بتترددوا كتير قوي وقلقانين في حاجة معينة، ويمكن البعض منكم انتوا في حد في حياتكم زي ضحك عليكم اخد منكم حاجة مش بتاعته، في زي حقوق رجع، انتوا هنا في حق وراجع عليكم باذن الله. حياتكم كمان بتاخد مسار جديد في الفترة اللي جاية، يمكن للبعض منكم ستصبح رجل من الاغنياء او امرأة من الاغنياء، لان انا شايفة طاقة هدية من عند الله، فتح باب كبير ورزق كبير. ممكن مرسى بعد ما كانت مثلا مش راسي على بر او على قرار او على سؤال او على اي حاجة او حتى على علاقة، هترسى على المرسى المفروض انك ترسى عليه.
حرر نفسك بس من الأفكار السلبية، حرر نفسك من أي موقف، وابتدي من جديد واطلع من المواقف المرهقة، وخليك مستعد عشان في تاني بتتكرر، في مفاجأة هتحصل معاكم. متحطش أي احتمالات، فقط استنى المفاجأة بقلب ممتن. إن شاء رب العالمين سيأتي لك الاستقرار أو الحاجة اللي أنت بتتمناها أو الحاجة اللي هتخلي قلبك يكون بيرفرف من السعادة. اتأملوا حبيبي، القادم ليكم هو خير بإذن الله. أنا خلصت الرسالة حبيب قلبي، رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.